حالة الإرهاق تسيطر على الأساطيل الأمريكية المنتشرة في البحر الأحمر، وسائل الإعلام الغربية تسلط الضوء على ذلك. وكالة أسوشييتد بريس الأمريكية كشفت عن خلاف يسود في أروقة البنتاغون بين الاستجابة للضغوط البحرية لسحب حاملة الطائرات آيزنهاور ومجموعتها من البحر الأحمر، وبين ضغوط القيادة المركزية لإبقائهم هناك لفترة أطول. ونقلت الوكالة عن قادة في البنتاغون اعترافهم بحالة الإرهاق المسيطرة على 7000 من العناصر الأمريكية على متن آيزنهاور ومجموعتها بعد 9 أشهر من بدء أعنف معركة بحرية تخوضها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية وفقاً للأسوشييتد بريس. وضع البحارة النفسي ولد قلقاً في البنتاغون لناحية حاجة الكثير منهم لتلقي علاج اضطرابات ما بعد صدمة العمليات اليمنية. ونقلت أسوشييتد بريس عن قائد المجموعة الهجومية لآيزنهاور مارك ميغيز تأكيده أنه يذكر البنتاغون باستمرار بحاجة البحارة للراحة، وأضاف ميغيز أن السفن الحربية تطفو في مياه البحر وتتطلب الكثير من الصيانة، محذراً من تأخير أعمال الصيانة المقررة. وفي حال سحب حاملة الطائرات الأمريكية، أشارت الوكالة إلى قلق قادة البنتاغون مما بعد غياب آيزنهاور والحاجة لتشغيل المزيد من الطائرات المقاتلة الأمريكية المتمركزة في البلدان العربية. وفي سياق محاولة تحميل المزيد من الدول عبء حماية الملاحة الصهيونية، لفتت أسوشييتد بريس إلى إمكانية لجوء الولايات المتحدة إلى فرنسا أو بريطانيا لإرسال حاملة طائرات إلى البحر الأحمر لفترة مؤقتة على الأقل لتحل محل آيزنهاور. وذكرت أن المسؤولين الأمريكيين يصرون على أن ما يسمونه حماية الممرات البحرية جهد متعدد الجنسيات، وأنه على الحلفاء أخذ دورهم بإرسال حاملة طائرات إلى البحر الأحمر لمنح الولايات المتحدة مساحة كافية للتنفس. يعزو الأمريكيون سحب آيزنهاور من منطقة عمليات البحرية اليمنية لحاجتها للصيانة الروتينية، وهو ما قد يكون بحسب مراقبين مجرد غطاء لصيانة ملحة عقب استهدافها ل3 مرات من قبل القوات المسلحة اليمنية. في هذا السياق عنونت مجلة ناشونال انترست مقالاً لها بنعم، يمكن للحوثيين أن يصيبوا حاملة طائرات أمريكية بصاروخ. المجلة أشارت أيضاً إلى أنه لا مظلة دفاعية مثالية.